يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، على احلى متابعين في الدنيا، متابعين يوميات دودو. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ونعمل مع بعض النهارده كيكه الرواني. ما شاء الله سهله جدا وطالعه هشه وبتدوب كده دوبان في البق. وبصوا الجمال تحفه بجد، تستاهل منكم مليون لايك. بصوا الجمال حلوه قوي، كيكه الرواني. في ناس بتسميها كيكه البسبوسه او كيكه السومولينا. بصوا الجمال، ميكس كده من البسبوسه ومن الكيكه، بس حاجه كده خطيره بتدوب في البق بجد. تعالوا كده نسمي بسم الله ونبتدي نعمل الشربات مع بعض، او السيرب الخفيف بتاع كيكه الرواني. كوبايه ونص من السكر وكوباية ونص من المية وعليهم نص عصرة ليمونة، وهندوبهم مع بعض. اهو هنضيف بقى كده المية. لو انت اول مرة تشوفي قناتي فضل وليس امر، اشتركي معايا في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وحطوا لايك وشيروا كده الفيديو مع حبايبكم واصحابكم. نص عصرة ليمونة كده، وهجيب الاسباتولا وادوب بقى السكر والمية وهرفعهم على النار لمدة 5 دقايق مش اكتر من كده. ومعايا بقى مقادير الكيكاية، 4 بيضات، فانيليا ربع كوباية الا ربع من الزيت، كوباية دقيق، كوباية دقيق سوميلينا او دقيق البسبوسة، وكوباية سكر، وكوباية الا ربع من جوز الهند، وكوباية من الزبادي. كوباية الزبادي هتعادل 2 علبة من الشركات او اللي هي الزبادي البلدي، استخدمي النوع اللي انت تحبيه. وممكن كمان تضيفي لبن، لو موجود عندك لبن اشتغلي بلبن تطلع معاكي برضو زي العسل، او لبن رايب. اهو كوباية كده من مج كده من الزبادي، حلوة قوي. وهيبقى معايا باكو من البيكنج باودر ومعلقة خل. كل المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنسمي بقى بسم الله كده ونجيب الشفشق بتاعنا، وزي ما قلت لكم المقادير كلها هنضربها في الخلاط. هننزل كده بالبيض، وعلى طول ننزل بالفانيليا، رشة فانيليا كده سايلة بقى او باودر الموجود عندك. اهو، وهنزل بالزيت، كوباية الا ربع من الزيت، لو حابة تضيفي سمنة ضيفي سمنة، بس الزيت في الكيكات بتبقى حلوة قوي وهشة. هنزل بكوباية الزبادي، وهنزل كمان بالسكر وجوز الهند، كوباية الا ربع من جوز الهند وكمان كوباية من السكر. اهو كله في قلب شفشق الخلاط. هضرب كل الكلام ده، تضربيه حبة حلوين كده لمدة 5 دقايق ولا حاجة. طبعا ما ننساش معلقة الخل، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. هنجيب بقى، جبت طبعا البيكنج باودر وضربت كل الكلام الجميل ده في الخلاط، وجبت بولة وهنسمي بسم الله كده وننزل بالخليط اللي احنا ضربناه. هنزل بكوباية الدقيق السومولينا او دقيق البسبوسة وهقلبها كويس جدا، وبعد كده انزل بكوباية الدقيق اللي انا نخلاها، نزلت كده بنصها واتبقى نصها بقى هفتح الباكو من البيكنج باودر وهدلقه على الدقيق، وهنزل بقى شوية بشوية. بس ما شاء الله المقادير عندي مظبوطة جدا جدا، لا احتاج الدقيق ولا دقيق بسبوسة تاني ولا اي حاجة، هي معايا كده تمام التمام. بجد تستاهل مليون لايك. لو انت اول مرة تجربيها جربيها وعلى ضمانتي،
وكان عندي بقى السيرب خلاص كده او الشربات بيبقى خفيف كده، وعندي كمان عجينة الكيكة خلاص ما شاء الله بقت زي العسل. جبنا طبعا الصينية اللي هدخل فيها الكيكة الفرن، دهنة زيت كده بالفرشة او زبدة او سمنة برضو تبقى زي الفل. وهنزل بقى كده بالخليط بتاعي. بصوا بقى القوام، هو ده القوام اللي انا عايزاه. بصوا ما شاء الله، لا تخين قوي ولا رقيق قوي، سايل قوي يعني. اهو ما نخليش اي حاجة خالص عندي في البولة. هدخل بقى الكيكاية بتاعتي على درجة حرارة 170، هتاخد نص ساعة. وتظبطي كده الصينية عندك ما شاء الله، طلعت الله اكبر مستوية وزي الفل، من فوق ومكرملة من تحت وحاجة كده والله العظيم تحفة. طبعا وهي سخنة بننزل بالسيرب بيكون بارد. طبعا انا ضفت هنا كده روح البرتقال، بتدي نكهة وحلوة قوي لطعم الكيكاية. هتضيفي بقى عليها السيرب او الشربات، وهي الكيكاية سخنة تبقى معاكي زي العسل بتشرب. لما الكيكاية تضيفي عليها الشربات وتلاقيها شربت كل الشربات كده، يبقى عندك الكيكاية بتاعتك ناجحة 100%. هضيف بقى عليها جوز الهند كده بعد ما تبرد، وهبتدي اخرطها واقدمها بألف هنا وشفا. بصوا بقى بجد حلوة قوي، زي ما بقول لكم كده ميكس ما بين البسبوسة والكيكة، والله بتدوب في البق دوب. هنبتدي بقى نقدمها. بتقدميها طبعا وهي باردة. بصوا الجمال، حلوة قوي. جربيها وقولي لي ايه رأيك في الكومنتات، هتطلع من ايدك زي العسل بألف هنا وشفا. بصوا الجمال. لو انتي لسه معايا وما حطيتيش لايك حطي